وحنعمل بسبوسة، بس هنعملها بطريقة مختلفة شوية. بالنسبة للمقادير عندنا البقلاوة هتكون 500 جرام عجينة بقلاوة أو جلاش، 1 كوب زبدة، ونص كوب عسل أبيض. بالنسبة للبسبوسة هيكون عندنا 375 جرام سيمولينا أو سميد ناعم، 175 جرام دقيق لوز، 175 جرام سمنة، 125 جرام حليب مبخر، 125 جرام جلوكوز، و 250 جرام سكر. بالنسبة لشربات البسبوسة هنعمله ب 125 جرام شربات لوز، 125 جرام مية مغلية، و 50 جرام سمنة مذابة. بالنسبة لموس اللوز هيكون 250 جرام مارزبان، 150 مللتر حليب، 150 مللتر كريمة، 20 جرام جيلاتين، 100 جرام كريمة مخفوقة، 1 معلقة صغيرة روح اللوز، وللتزيين عندنا قشطة بلدي. هنعمل قعدة للبسبوسة بالجلاش، هتبقى شكل الجلاش هيبقى عامل زي التارت، وهنحط البسبوسة فوقه لما يجهز. ده الجلاش، هاخد الزبدة والعسل احطهم على النار، عايزاهم يدوبوا مع بعض علشان يدي الجلاش طعم حلو وفي نفس الوقت يخليه يمسك في بعض. واول ما يدوبوا مع بعض هنبتدي ندهن الجلاش ونحطه في صينية تارت وهندخلها الفرن نص سوا. هناخد الجلاش ونبتدي ندهنه بالعسل والزبدة، ناخد اول قطعة نقفلها كده على بعض وهنحطها في قالب التارت. نتأكد ان احنا بنضغط على الجناب علشان تمسك في الجناب، وهنسيب الجزء ده طالع لبره كده علشان لما ندخلها الفرن ما يتزحلقش لجوه، ما يبقاش عندنا حرف من الجلاش زي ما احنا عايزين. وبالشكل ده هندخلها الفرن، هتطلع من الفرن شكلها يعني مش حلو قوي، بس احنا في الاخر كل اللي بره ده هيتشال، ولما هنحط البسبوسة شكلها هيبقى مساوي، فاحنا بس مش عايزين ده يتزحلق يقع جوه صينية التارت علشان يبقى عندنا يعني حاجة غويطة كفاية ان احنا نحط البسبوسة فوقها. فدلوقتي هدخل دي على 180 وهنسويها نص سوا، يعني لما تبقى تبتدي تاخد لون حلو خلاص هنطلعها، لان هي لسه هتدخل مرة تانية مع البسبوسة في الفرن. بالنسبة للبسبوسة هاخد السميد واللوز المفروم والسكر، هخلطهم مع بعض، وهاخد السمن هحطها على النار مع الجلوكوز. انا مش عايزه اسخنهم، انا بس عايزه الجلوكوز والسمنه يبقوا سائلين علشان اقدر اخلطهم كويس مع السميد وبقيه المقادير السكر واللوز. اوكي كده خلاص بقوا دايبين، احطهم وهحط معاهم الحليب المبخر وهنقلبهم كلهم مع بعض. طبعا دلوقتي انا هسيبها بس لمجرد ان انا اخلص الشربات بتاعها، بس المفروض نسيبها ساعتين. هاخد
الشربات ده شربات اللوز وسمن وميه. انا مجرد هنا عايزاهم يغلوا مع بعض، وبعد ما يغلوا مع بعض هنسيبهم يهدوا شويه، ولما البسبوسه تطلع من الفرن نشربها بالبسبوسه. اوكي، زي ما قلنا لما الجلاش يطلع من الفرن مش هيبقى شكله مساوي قوي، بس كل ده هيتغطى بالبسبوسه، وبعد كده هنقص كل الحروف اللي طالعه لبره. فدلوقتي هبتدي احط البسبوسه فوق الجلاش. اوكي، دلوقتي الشربات بيغلي فخلاص هو جاهز، نشيله من على النار. وهاخد الصينيه ادخلها الفرن، بتبقى على درجه حراره 180، وهتقعد في الفرن حوالي نص ساعه، ممكن شويه زياده على حسب الفرن بتاعنا، يعني من نص ساعه ل 40 دقيقه بالكتير. دلوقتي هنعمل موس لوز علشان نحطه فوق البسبوسه، ودي طبعا حاجه مش متعودين ان احنا نعملها، بس بما ان انا حاطه لوز في العجينه بتاعت البسبوسه نفسها، فلقيت ان موس اللوز معاها هيدي طعم حلو، وهتبقى تغيير شويه عن طعم البسبوسه العاديه اللي احنا بناكلها. هحط اللبن والكريمه، وهحط معاهم مارزبان. طبعا احنا عارفين مارزبان معمول لوز وسكر. عندي هنا روح اللوز، ممكن احطها مع الجيلاتين. وطبعا المارزبان مش هيدوب بسهوله قوي في اللبن والكريمه، فاحنا بس عايزينه يدفى علشان لما نضربه بعد كده بالهاند بلندر يدوب في اللبن والكريمه كويس. اول ما يغلوا هشيلهم من على النار وهضربهم بالهاند بلندر. اوكي، بيغلوا يبقى هشيلهم من على النار. وهجيب الهاند بلندر وابتدي اخلطهم مع بعض. لما يختلطوا مع بعض هحط عليهم الجيلاتين وبرضو اخلطه معاهم. كده كل حاجة اختلطت مع بعض كويس. هنحط العجينة في بول عشان تهدى شوية درجة الحرارة بتاعتها. وبعد كده هنخلط معاها الكريمة. كريمة مخفوقة هتدي للموس هواء اكتر فهيبقى هش، وطبعا طعم الكريمة انا بالنسبة لي بيحلي طعم اي حاجة. وبعد كده هنحطه في قالب وهندخلها الفريزر لحد ما تتجمد علشان نقدر بسهولة نحطها فوق البسبوسة مظبوط. ولتزيين ممكن نعمل لوز مكرمل، بما ان احنا حاطين لوز في الموس ولوز كمان في البسبوسة، فاحط شوية سكر على النار، واول ما يبتدوا يسيحوا هحط باقي السكر على مرحلتين كمان. ده اسمه دراي كاراميل او كاراميل على الناشف. ممكن نعمل كاراميل ونحط ميه، بس ما هياخد وقت اطول،
ولكن أسهل لأن هو مش بيتحرق معنا بسرعة قوي. ده ممكن يتحرق في لحظة، يتحرق بسرعة، لكن أسرع في الوقت. فلو مش مستعجلين ممكن نحط شوية مية مع كل السكر ونسيبه لحد اللون بتاعه ما يبقى لون كاراميل، وممكن نبتدي نقلب علشان اللون يبقى مظبوط في كل الأجزاء بتاعت الكراميل اللي بنعمله. وأول ما يسيح وقبل ما يبتدي ياخد لون غامق قوي هنحط اللوز، علشان عايزين نحمص اللوز على النار برضو مع السكر. طبعا اول ما نحط اللوز هيرجع يمسك شوية تاني وبعد كده يرجع يسيح. واول بس ما يبتدي الكراميل حوالين اللوز يفك شوية هنطلعه ونحطه على سيليكون علشان يمسك ويبرد لحد ما نزوق البسبوسة مع بعض. ده بيبقى شكل البسبوسة لما بتطلع من الفرن، وشلنا كل الحواف اللي هي كانت مكرمشة كده وشكلها مش حلو. هنجيب الشربات اللي عملناه مع بعض وهنحط على البسبوسة، نسقيها طبعا كويس. دي طبعا حطينا عليها اول ما طلعت من الفرن، لكن هحط عليها شوية صغيرين دلوقتي. وده الموس اللي عملناه مع بعض بعد ما بقى جامد من الفريزر، هنشيله ونحطه فوق البسبوسة بالشكل ده. هنجيب ورد ونحطه على الموس، وكمان عندنا القشطة، قشطة بلدي طبعا للتزيين. هطريها بان انا احط معاها شوية كريمة. واحط منها